ماذا عن الجهود للحيلولة دون وقوع حوادث أخرى؟ يعني هل سيكون في أو هناك إشراف ربما على المباني التي تشيد حاليا، مراجعة للمباني التي شيدت سابقا؟ يعني هذا سؤال مهم حقيقة، ولكن قبل هذا أقول أن هنالك تم إيداع 9 أشخاص كانوا مسؤولين داخل القاعة من الشركة المشغلة لهذه القاعة، ومن ثم 4، واحد منهم الآن قيل أنه يعني أنه من خلال التقارير الأمنية أن تم إلقاء القبض عليه، وكذلك بالمقابل الآخرين الآن يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان والقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق والقوات الاتحادية العراقية من مسكهم، وبالتالي إكمال التحقيقات من أجل إصدار يعني توصيات تقدم طبعا إلى السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك بالمقابل تتابع هذه القضية من خلال عدة مسارات، سواء المسار القانوني الذي طبعا سوف يذهبون بهم إلى القضاء من أجل أخذ الأحكام العادلة، وكذلك بالمقابل القضية الفنية، وهي مثل ما ذكرت حضرتك للسؤال المهم تغيير كودات البناء بما يتلائم مع مواجهة ظاهرة الحرائق التي تحدث، وتغيير مواد البناء التي استخدمت، وهي قضية الساندويتش بانل وغيرها من المواد البناء المساعدة على الاحتراق، وكذلك أن يكون هنالك مواد بناء ضد التغير المناخي، ضد الحرائق، ضد كذلك بالمقابل التماس الكهربائي، وكذلك قد يكون هنالك مشتقات نفطية أو غيرها من المواد السريعة للاشتعال التي قد تكون مسببات أساسية لعمليات الحرائق والتي تمس المواطنين أثناء إشغالهم المرافق السياحية سواء قاعات أو مطاعم أو غيرها حقيقة، وكذلك إجراءات السلامة، إجراءات كذلك مديرية الدفاع المدني في عملية المتابعة والمراقبة وعملية تطويرها طبعا بعمليات رقابة إلكترونية، وكذلك تطبيق وتطوير التشريعات القانونية التي تحتاج إلى أن نطور الجزاءات التي في حال عدم التزام من يشغل هذه الأماكن من مستثمرين أو مشغلين، نحتاج إلى مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك بالمقابل إيقاف المباني التي ما زالت تمتلك يعني جدران تساعد على الاشتعال، وهذه كلها اجراءات طبعا ستقوم بها اللجان الوزاريه واللجان الفنيه لمتابعه وحصر هذه الحاله.